بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأهلا وسهلا بكم في تنبيه فقهي آخر مما يكثر سؤال الناس عنه. تنبيهنا اليوم عما يسمى في الفقه بوثبة الاستدراك. وثبة الاستدراك هي الوثبة التي يقوم إليها الإنسان في نهاية استدراكه من السجود إلى وضعية القيام، إن دخل إلى الصلاة أثناء القيام مع الإمام في غير الركعة الأولى. والحكم الشرعي لها أن الإنسان ينبغي له على الرأي الأصح أن يأتي بها، لأنها مما فاته، أي أنه لم يدرك هذه الوثبة من الركعة السابقة مع الإمام، فيجب عليها أن يقضي جميع ما فاته امتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فهي إذن مما فات الإنسان ومما يجب عليه أن يقضيه. فينبغي للإنسان بعد انتهائه من استدراكه أن يأتي بها إن لم يدركها مع الإمام، كأن دخل معه في بداية الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المعلومة معلومة ذات فائدة لكم. الجدير بالذكر أن تركها، ترك وثبة الاستدراك، لا يؤدي إلى نقض الصلاة. والله تعالى أعلم وهو أعز وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.